بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر اولا جميع المناظر الصحفيه اللي حضرت واللي متبعه هذا الموضوع اللي تيحظى بالاهتمام ديال الجميع، واللي هو يا موضوع فعلا مهم، والاهميه ديالو كتقتضي انه التعامل معه يكون يعني تعامل اللي هو يا عالي المستوى، بدون يعني حرق ديال المراحل، بدون يعني خطوات اللي هي غير محسوبه، لانه لا قدر الله الا كانت شي قرارات اللي ماشي في المستوى واللي تطور وتحل مشاكل، غادي يمكن اننا نكونوا حلينا مشكل بمشكل اخر. اليوم كان الاجتماع ديال اللجنه ديال التتبع، اللي هي اليه من الاليات ديال الاتفاقيه ديال الانتداب ديال شركه الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات من اجل التدبير والتسيير في المركب الرياضي محمد الخامس. طبعا هي لجنه استدعيت يعني قبل المقابلتين الاخيرتين ديال عصبه الابطال الافريقيه، بالتالي ما كانش الاستدعاء ديالها يعني على هامش ما وقع في المقابلتين الاخيرتين. غايه ما هناك انها لجنه للتتبع، فيها جميع الممثلين ديال الجهات المعنيه، تتنعقد بشكل دوري، والدور ديالها هو التقييم والتتبع ديال التدبير او التاهيل ديال المركب الرياضي محمد الخامس. اذا اليوم كان الاجتماع ديالها، راكم شفتوا دام واحد تقريبا في الحدود ديال اكثر من 3 ساعات بالحضور ديال جميع الاعضاء ديالها. النقاش كان استمعنا لواحد العرض ديال الشركه يعني مفصل حول الوضعيه ديال الاداء ديالها، شفنا دي فيديو وصور واحد المجموعه ديال العمليات ديال التنظيم، يعني خصوصا اللي كانت في المقابلات الاخيره. من بعد تفتح النقاش ديال اعضاء اللجنه في كل الجوانب اللي تتهم المركب، جوانب ديال التاهيل ديالو والعمليه ديال التاهيل ديالو والملاحظات اللي كاينه عليها، كذلك الجوانب ديال التنظيم داخل الملعب والادوار ديال كل الجهات المتدخله في التنظيم ديال الملعب، لان اليوم باش ما نغلطوش الراي العام فالمسؤوليه هي مسؤوليه فيها عده تدخلات. صحيح انه الشركه هي المسؤول المباشر على عمليه التنظيم، لكن ماشي بوحدها اللي تتقوم بالعمليه ديال التنظيم، وهذه نقطه من النقاط اللي خلاتنا اننا نبرمجوا اجتماع اخر يوم السبت باش يمكن يكون حاضر معنا ممثل ديال الامن وممثلين ديال الانديه بجوج اللي هي كتستقبل داخل المركب. صحيح ان الاتفاقيه فيها لجنة التتبع بأعضاء محددين ما فيهمش هاد الممثلين الثلاثة، لكن غادي يكون اجتماع يوم السبت باش يجيو الممثلين ديال الجهات الأمنية وديال جوج الأندية، لأنهم حتى هما عندهم واحد العدد ديال 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 الملاحظات وعليهم واحد العدد ديال الواجبات اللي خصهم يقوموا بها، لأن اليوم لا جماعة الدار البيضاء ولا الشركة ما يمكنش تحل محل الأندية في واجبات ديالها. فلذلك قدرنا كلجنة أنه يتعقد اجتماع ثاني يوم السبت المقبل، ما بغيناش نخليوه من وراء العيد حتى لا يقال أن هذا الملف هذا حنا تن 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 يعني كندحرجوه إلى الأمام. يوم السبت غادي يكون اجتماع اللي هو مهم، ولكن بحضور ديال جميع المتدخلين اساسا ديال جوج الانديه اللي هي معنيه بالمركب الرياضي محمد الخامس، والجهه الامنيه اللي هي عندها واحد العدد ديال التدخلات وواحد العدد ديال 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 المسؤوليات. مؤكدنا على انه خلال هذا الاجتماع هذا غنستكملوا الخلاصات اللي خرجنا بها اليوم. طبعا كيف ما سبقت وقلت بان الدار البيضاء المشكل اللي كاين فيها موقع المركب كيطرح اشكالات كبيره ديال التنظيم، لانه جا وسط حي سكني، وبالتالي واحد العدد ديال الاكراهات كيطرحها هذا الموقع ديالو، كذلك القدرات ديال الاستيعابيه ديالو. اليوم الدار البيضاء والرجاء والوداد خصهم ملعب ديال القدره الاستيعابيه ديال 90 الى 100,000 ديال الجماهير، لان الطلب على المركب يفوق العرض اللي هو متاح، وهذا كيطرح لنا واحد العدد ديال الاشكالات. ومن ضمن اهم التوصيات اللي غادي تكون في 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 في, في, في اللجنه، لان اللجنه هي لا تقرر، هي تعد التقرير ديالها، دير العمليه ديال التتبع. اذا من ضمن النقاط تنأكد من ضمن النقاط اللي تم الوقوف عليها هو انه اي نظام ديال 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 التنظيم فيه مشكل، طرحوا اولا الموقع ديال المركب والقدره الاستيعابيه ديالو. ولذلك اهم قرار او توصيه اللجنه هو انه يجب احداث المركب الكبير لمدينه الدار البيضاء. اليوم خصنا من الان خص الجميع يتحمل المسؤوليه
في هذا الموضوع هذا، لانه هو اللي غادي يحل لنا المشكل على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد. في الوقت الراهن تطلب من الشركه في غضون يعني من اليوم الى يوم السبت انها غادي تجيب لنا تصور واضح مدروس جدا، غيتعرض على اللجنه بجميع المتدخلين ديالها، وغادي يمكن انه المجلس ديال الجماعات الدار البيضاء، لان احنا مقبلين يوم الخميس على اللجنه الدائمه ديال الشؤون الاجتماعيه والثقافيه والرياضيه، وعندنا محطه ديال 5 ماي ديال 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 الدوره ديال المجلس، اللي من خلال التوصيات اللي غادي ترفع عليها المجلس سيقرر يعني ما يراه مناسبا. بالنسبه للاتفاقيه تكلمنا عليها، وهي اتفاقيه اللي فعلا فيها واحد المجموعه ديال الامور اللي خصها اعاده النظر فيها. يوم السبت غادي يكون هذا اللقاء هذا، وغادي تكون هذه الزياره، لان المركب من ضمن المشاكل ديالو كاين الناس في المركب ما عندهمش علاقه بالمركب، كاين جزء كبير من المركب فيه واحد العدد ديال الجمعيات، فيه واحد العدد ديال الاشكالات، لان غنغلطوا الراي العام ونغلطوا الفونسا اللي قلنا راه المشكل غير في التنظيم، مشكل المركب الرياضي محمد الخامس، مشكل ديال استكمال عمليه التاهيل، فيه مسبح، فيه اوتيل، فيه واحد العدد ديال المرافق خصها تخدم، اذا هذه عمليه التاهيل راها بقات واقفه، في اشكال ديال الاحتكار او ديال الاحتلال ديال واحد العدد ديال المرافق اللي هي خصها نلقاو فيها حلول، وهذا الحل ما يمكن يجي الا بالاشراك ديال جميع المعنيين والتحمل المسؤوليه ديالهم، وهذا الشيء راه من ضمن القرارات اللي خدينا اليوم، ان جميع المتدخلين خصهم يتحدوا المسؤوليات ديالهم، وتوضح في اتفاقيه منين تتبدا فين تتسالي، باش ما نبقاوش هذه الكره كنلوحوها، مره كنلوحوها للانديه، مره تلوحوها للجمهور، مره تلوحوها للشركه المنظمه، واحد العدد ديال الامور. طبعا اليوم كلنا مسؤولين كجماعه ديال الدار البيضاء تتحمل المسؤوليه ديالها بفتح هذا الملف هذا بكل مسؤوليه، الشركه كذلك عندها مسؤوليات وعندها التزامات، واليوم غادي بدينا العمليه ويوم السبت غادي نستكملوها، كذلك جميع المتدخلين بما فيهم الانديه والجماهير، باش ان شاء الله الرحمن الرحيم على الاقل المقابلات المقبله اللي بقات في هذا الموسم هذا انها تدوز في الحد الادنى من 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 من, من الاشياء اللي حنايا كنتمناوها، ونتجنبوا هذيك المشاهد الماساويه اللي لا قدر الله كان يمكن تعصف بالارواح ويمكن تعصف بالممتلكات ديال واحد العدد ديال المرافق ديال مدينه ديال الدار البيضاء. لا ابدا الشركه تتحمل المسؤوليه، ولا احد يقول انها لا تتحمل المسؤوليه، كتحمل المسؤوليه كامله، يكفي انها مسؤوله بعقد على التدبير ديال المركب الرياضي محمد الخامس. المشاكل تم وضع ديالها كامله بما فيها مشكل النظافه، بما فيها واحد العدد المشاكل، كل المشاكل التي طرحت لا ديال التذاكر ولا ديال الولوج، اكثر من هذا كاين مقترح ديال البطائق الالكترونيه، كاين واحد العدد ديال الامور اللي هي مطروحه الان على 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 اللجنه وعلى على على المجلس. حنا ما بغيناش نكونوا متسرعين، اليوم لا يعقل اننا نناقشوا ملف في غياب واحد المتدخلين اللي هما اساسيين، غير باش تفهموا علاش حنا درنا الاجتماع اخر يوم السبت. اليوم ناقشنا المشاكل كامله، مشكل ديال المركب كمركب، المشكل ديال الولوج ليه، المشكل ديال التنظيم فيه، المشكل ديال المرافق ديالو، واحد العدد ديال الامور، لكن لا يعقل اننا نعاود نخرجوا بشي خلاصه واطراف اخرى غادا تخرج تقول لك ما قلتوش ليا، ما شاركتوني شيء كذا. صحيح ان اللجنه الاعضاء ديالها محددين، لكن رئاسه اللجنه عندها الحق انها تستدعي يعني كل طرف كتشوف بان في الوجود ديالو يعني اهميه، لان تتعرفوا بان التنظيم راه انتم في الميدان تتعرفوا بان في مسؤوليات متداخله، يعني الشركه، السلطات المحليه، الامن، الكل يقوم بمجهودات مشكورين عليها، الانديه كذلك، لكن اليوم خصنا هذا الاشكال اللي وقع ديال 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 التذاكر، لان الشركه تجي الامن حتى هو كيجي التذاكر تزور، المشكل الكبير هو انه التذاكر تزور، يعني الاحصائيه اللي تعطاو من خلال البوابات الالكترونيه راه الاف ديال 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 التذاكر تجي مزوره، والالاف ديال ديال الجماهير كتدخل دفعه واحده، يعني راه الاشكال راه مركب، ما يمكنش نلقيوه كامل على على الشركه، باش نكونوا موضوعيين، الشركه تتحمل المسؤوليه، كافة الجهات تتحمل المسؤولية، ولكن حتى الجماهير كذلك تتحمل المسؤولية ديالها في القدوم إلى الملعب بدون تذكرة، لأن أغلبية الناس اللي ما دخلوش المركب هما الناس اللي مخلصين التذكرة، وهذا الشيء أنا مثلا راني عشتو يوم الجمعة ساعة ونصف برا الملعب، راه حنا شفنا شنو تيوقع، لذلك اليوم تنشكركم، وتا الإعلام خصو يلعب معنا واحد الدور إيجابي وديال التوعية باش يمكن فعلا نحلوا المشكل، ماشي نضحيو بالشركه ككبش فداء ونقولوا صافي الناس تصفق لنا راه حنا حيدنا الشركه، وفي الاخر كيفاش غندبروا هذه المقابلات اللي جايه واللي هي فيها مقابلات ديال الديربي وديال عصبه الابطال وديال مجموعه ديال المقابلات ونحلوا مشكل بمشكل اكبر.
اليوم خصنا نفهموا بانه على المستوى المسؤوليه لا يعقل اليوم ناخذوا القرار. اصلا لجنه التتبع ما عندهاش صلاحيه القرار، هي تتتبع تترفع الخلاصات ديالها وكترفع التوصيات ديالها للمجلس، هو اللي يمكن انه ياخذ القرار. ولكن بغينا نديروا واحد العمل ديال 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 المسؤوليه، لان جماعه الدار البيضاء هي مسؤوله، المركب هو في الملكيه ديالها، والشركه هي منتدبه بحكم اتفاقيه، والاتفاقيه عندها اليات ديال 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 التقييم. لا، الابواب الالكترونيه غير معطله، الابواب الالكترونيه شفنا دي فيديو وشفنا ممارسات ديال الاشخاص كيفاش كيولجوا وكيفاش كيبلوكيوا البوابه الالكترونيه وكيفاش العمليه كتتم. حنا طلبنا تجي الشركه وما تجيش لنا بمعطيات اللي هي جابت، جينا بعمليه تنظيم شفناها من البدايه الى الاخر، لان الملعب مجهز بكاميرات يعني عاليه المستوى، وشفنا فعلا واحد العدد ديال الامور. الشبابيك غير معطله، لكن الاقتضاد عليها والاقتحام ديالها والبلوكاج ديالها اللي كيتم يعني بسلوكات هو اللي كيخلق هاد المشكل هذا. والازمه اللي بقات من نهار الجمعه بقات نهار السبت. نعم، لمنا الشركه على هاد الموضوع هذا بكل صراحه، ونبهنا حتى اليوم خاص هاد المنظر هذا ما يتكررش في المقابله ديال 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 اليوم. طبعا كاين واحد العدد ديال الملاحظات اللي حنا سجلناها، وبالتالي هذه العمليه ديال النظافه واحده من الاشياء اللي كانت، لان الازمه اللي وقعت مع الافطار مع كذا، ولكن هذا لا يعفي الشركه من المسؤوليه ديال انها تقوم بالعمليه ديال التنظيف ديال الملعب والتاهيل ديال الموارد البشريه اللي يمكن تقوم بهذه القضيه هذه. وان كان حتى الجماهير خصها تساهم في هذه العمليه، لان عمليه النظافه هي مسؤوليه يعني ديال الجميع. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.